like the sky. اهلا حبايبي في كيتيز كوكين. كالوس ارسلت في قناة من كيتيز كوكين. تعلمنا مع بعض العيش الجميل دوا، العيش المصري، العيش الطازة اللي هتكليه في البيت، طري وجميل. وبصي بنقطعه ويتحشي زي العيش المصري بالظبط. طبعا احنا هنا في الغربة ما فيش العيش دوا، مش متوفر. هنعمله بكل سهولة، وهتحشي سندوتشات لعيلك، وهتفتكري ايام زمان. طماطم بجبنة، طعمية، سلطة، مية والفول. عايزين كيلو دقيق وخميرة وسكر وكوباية ردة ومية دافية. السر في ايه دلوقتي هقول لكم عليه، علشان يطلع معاكي حلو وقابب وليه قلب من جوه وبيتفتح. هتاخدي معلقتين دقيق على نص كوباية مية، يتقلبوا كويس كويس، وهناخدهم على النار. وهحط في برطمان او في كوباية الخميرة بتاعتي، خميرة ومعلقة سكر ومية دافية، يتسابوا 10 دقايق على جنب لحد ما الخميرة بتاعتك تخمر وتبقى متضاعفة. هنروح بقى على النار اللي احنا حطينا معلقتين الدقيق ونص كوباية المية، نبتدي نسوي العجينة بتاعتنا. يعني ايه؟ يعني هنبتدي نسوي العجينة، تحسي ان مش مفيش خالص دقيق، تحسي ان هي عاملة زي سد الحنك، عاملة زي عجينة متماسكة ما فيهاش دقيق خالص، زي المهلبية التخينة شوية. هناخد العجينة دي ونحطها في طبق ونبتدي نبردها بمية. هنبتدي بقى نفكها. العجينة دي بتحافظ على العيش طري وبتخليه ينفخ معاكي، ما تخلوش لازق ولا ساكع. جربوه بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، وهتعملي باستمرار. العيش في البيت بركة كبيرة قوي. انا بالبلينتر علشان ما اقعدش افك فيها بايدي، فكتها بالبلينتر دقيقة. وهجيب الخميرة واحطها عليها، وهجيب الردة، معلقة ملح صغيرة، والدقيق، اقلبهم مع بعض تقليب بسيطة، وابتدي انزل على الخميرة والعجينة المستوية. هبتدي اقلب. المية هتحطيها شوية شوية، كل دقيق حسب نوعه بياخد مية مختلفة. ممكن ياخد معاكي من نص كوباية لكوباية. هتبتدي تعجيني وهتشوفي العجينة بتاعتك متماسكة، بطلت تلزق في ايدك، تعرفي ان هي كده عجينتك ناجحة 100%. ادي العجينة بطلت تلزق في ايدي، كل العجين راح. هنسيبها لمدة ساعتين عشان تخمر، ولو قعدتيها اكتر علشان الجو برد مفيش مشكلة، غطيها كويس وسيبيها ساعتين ثلاثة تخمر. بعد ما خمرت شايفين خمرانة وحلوة جدا جدا، هنبتدي نلمها مع بعض. وهنجيب العجينة هشة جميلة، نبتدي نقطع فيها. هتقطعيها كور صغيرة قد الليمونة، بالجرام 40 جرام كل واحدة، من 40 لـ50 حسب حجم الرغيف اللي انت عايزة تطلعيه. يعني ممكن 40 45 50، ما تصغريش عن كده وما تكبريش عن كده علشان خاطر ما يطلعش معاكي صغير قوي ولا كبير قوي. انا كل كورة من 40 لـ45 جرام. بتكوريهم وتحطيهم على جنب، وتبتدي تجيبي الردة بتاعتك، ترشي ردة
وافردي بالنشابة على الردة، افردي افردي لحد ما يطلع معاكي رغيف مدور مش تخين قوي ومش رفيع، هيطلع معاكي بالحجم ده وبالسمك ده على فوطة. هحط كل العيش اللي هفرده واغطيه من فوق ومن تحت عشان ما ينشفش، بالشكل ده نبتدي نحطه جنب الرغيف التاني وبرضو اغطي افردي كل العيش بتاعك وحطيه وغطيه، وبعد كده نبتدي نسوي على النار. كيلو دقيق هطلع معاكي تقريبا 20 رغيف، وابتدت نفخ على النار في طاسة تيفال، ونبتدي نحط علشان ما يتحرقش منك. هتعملي ايه؟ هتقولي 1 2 3 4 5 ونقلب، 1 2 3 4 5 ونقلب. هتقلبي 3 4 تقلبات وهتلاقيه ابتدى يتنفخ معاكي وابتدى الهواء جواه يسوي من جوه ومن بره، والنفخة بتاعته شايفين عاملة ازاي. هتتقلب 5 ثواني على الناحية دي وخمس ثواني على الناحية دي عشان ما يتحرقش معاكي. مستوي وجميل وحلو جدا. بعد ما خلصنا كل العيش بتاعنا ده شكله النهائي، ومن جوه زي العيش المصري بالظبط، اللي طبعا كلنا مشتاقين له. ممكن نعمل بيه حواوشي، ممكن نعمل بيه سندوتشات. العيش الجميل ده هو اي نعم متعب شوية، بس بيقعد معاك يومين طري وجميل وحلو جدا جدا. جربي العيش المصري الجميل بالطريقة دي، هتخبزيه على طول. شكرا لكم حبايبي، وبالهنا والشفاء. خرجتوبو ليك كاليسا شاركسي. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم فيديو مسيمرة كانوا لايك سبسكرايب.